انا بقى ناخد تور جوه بقى اللوكيشن من جوه ومن بره والتجهيزات والكرو كله بقى تبع الفير فاكتور. ناس فعلا ما بتهركش، مركزه في شغلها جدا. اي نعم لزاز وفريندلي قوي، لكن وقت الشغل بيبقوا سيريوس جدا. حاولنا على قد ما نقدر نسأل فيهم، لو واحد فاضي يشرح لنا هو بيعمل ايه، بيفكر في ايه، جاهز ازاي، بيجهز ايه. صباح الخير. صباح الخير. دلوقتي انا عندي ليكو خبرين، خبر حل وخبر وحش. خبر الحل ان التحدي التاني اللي انتوا قدامه دلوقتي هتكونوا فيه قاعدين مرتاحين. اما بقى الخبر الوحش هو ان انتوا هتكونوا مكان القماشة دي. قدامكوا هنا 10 ابر، 2 منهم مقاسهم 1.10 ملليمتر، 3 منهم مقاسهم 1.30 ملليمتر. انا مش صدق. وتلاتة منهم 1.70، واتنين 2.10، يعني عندنا 10 ابر. كل واحد فيكم المفروض انه هيقعد على الكرسي ده، وهندخل فيه ابرة. وفي خلال 10 ثواني والابرة بتدخل بيقرر إذا كان هياخد الإبرة اللي بعديها ولا لا. أكتر واحد فيكم هيقدر ياخد أكبر عدد من الإبر هو اللي بيتعفي من التحدي. أول واحد فيكم هيبدأ. إيهاب جاهز؟ إن شاء الله جاهز. يلا إيهاب اتفضل. إيهاب هيعملها كويس؟ إيهاب متوقع إن إيهاب يعملها؟ ومعتز جميلة ده مش أول واحد هيعملها. لا 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 إيهاب ده. طب ومعتز ممكن محسن اللي يحسن. محسن عمال يعمل في إيده كده، مسخن إيده، مسخن. لا محسن ممكن يعملها والله لو هو عايز بقى يتحدى نفسه. فا الناس دي بتعمل فكرة جميلة. محسن وجميل عنده شوية حاجات خصوصا فنية. يعني الناس دي بتعمل فكرة جميلة. أيوة ما هي دي النقطة اللي أنا خايف إن هم يعتمدوا على ستانسي. عادي يعني. سري ممكن تبقى لا سري قلع الدكتور مثلا يعني. هو دايما بيبقى قلع وكمان الرعب فيه. يلا ربنا معاك. يلا جو. اكيد اكيد جو. جاست جو. Go, go. Go. Yeah. Go, go. 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 باقي 5 ثواني وتقدر تقرر انه لا. جو جو. 3 جو. 2 جو. جو فنان. التحدي فعلا صعب جدا جدا جدا. واشفقت على زمايلي طبعا وقلت اولا واخيرا الحمد لله الذي عافانا ان احنا مش هنعمل التحدي دوت. لكن حسيت ان هو برضو فيه شويه بتلمس قوي عندنا اللي هو الراجل الشرقي
حته انه ما فيش حاجه اسمها ما ينفعش يعملها، ولا ده حاجه كمان يعني عايزه فيها قوه تحمل او تعصب او كده، فلازم يعملها ايا كان الوضع يعني. واقف حاسس ما تمشيش حماس حاولت اكتم ألمي باي طريقه ما ينفعش، حاولت اركز في اي حاجه ما ينفعش. مع الحقنه السابعه والثامنه وبدانا في الحقنه اللي هي غليظه جدا، بدات اسمع صوت تهتك العضلات نفسها بتاع، والابره بتدخل جوه الدراع. ف برضه صممت ان انا اكمل ال10 حقن او ال10 ابر عشان انا مش عارف اللي بعدي هيعمل ايه. الحمد لله كملت لحد اخر ابره، بس كنت خلاص مش قادر اتحمل يعني. خلصت التحدي وبصيت في دراعي لقيت منظر رهيب يعني. ولا قادر بايخ خالص. لا جاي تعمل انت صح دي خامس إبرة هتكمل؟ الابر كل ما ده بتدخل مش جايبين لي الابره اهي بتدخل يا ابني مفترض انا مش من دي رياكشن يعني احنا عايزين الكلوز بتاع باقي ابرتين والابر بتدخل اللي بعده بس الابره طالعه ازاي من الثانيه اطخن ابرتين جو في البدايه كانت هي صعبه لكن بتزداد صعوبه بتصعوبه لغايه ما السن كل شويه بيكبر فال بتبقى اصعب. الحمد لله عملتهم كلهم والحمد لله كنت متحكم جدا في اعصابي ما عملتش اي رياكشن. اخر خمس ثواني 3 2 1 فينش. سجى محسن هيخش تقريش تقريش غالبا هيخش هو جميل التالت. مشكله انا كده مش فاهم يعني انا مش فاهم طب مين ما الاثنين اخدوا ال10. بصوا انا مش حاسس يعني مش لا انا حاسس ولا انا عارف انا بقول ايه فسيبوني شويه كده يعني حاسس بكعبيل كده ومش مشاعر غريبه. طب بص اهم حاجه وانت واقف حرك ايدك حرك دراعك قد ما تقدر عشان ما تورمش يعني كل ما تحركها تبقى افضل بس ليش اقعد اتحرك فيها طول ما انت بس وصوابعك وكده عشان خاطر دي كلها تشتغل. انا اللي خايف عليه فعلا الواد ايهاب ايديه العضل شادد مش عارف هو ايه اصلا عنده مشكله في دراعه قبل كده يعني كان دراعه اصلا جاله شبه يعني اتملخ يعني مش اتمزق قوي فعشان كده دراعه شادد قوي بلاش شمال كمان برضه. طب هو ما قالهمش ليه يقولوا في اليمين ولا هو ما فيش اختيارات؟ هو غالبا الكرسي متصمم على الشمال ما هو قاعد جنبه كده. لا بس ايهاب حاسس انه اتعذب اكتر احمد مسك نفسه ما هي دي النقطه نخش بقى نشوف بقى بص على السلام ربنا مش هتقدري تيجي؟ لا انا بستقبل اللي طالعين داخل الاسعاف ماشي انا نازل باقي محسن تعملها يا محسن؟ هعملها ان شاء الله. هتدخل التحدي؟ اخش التحدي يلا اللي بعديها جو اللي بعديها جو. هو لما دخل انا استغربت قوي ان هو دخل يعني لانه في اتنين اوريدي دخلوا قبل عملوها بس هو دخل غالبا عشان يتحدى نفسه فهو لما دخل
كان عمال بيغني وكان عمال رجليه كانت عماله بتضرب في الارض كده اكنه there's a beat يعني في مخه وعمال شغال عليها. فقلت هو يعني هو بيحاول يبعد نفسه عن الموضوع, بيحاول يبقى في حته تانية خالص, ودي كانت حركه سمارت جدا من ناحيته يعني. 5 4 3 2 1 finish. لان الموضوع صعب جدا تعرف مين اللي هيكسب فيه. فانا شايف انا لو كنت مكانهم ان انا ما كنت هنسحب فعلا, لان انا ممكن اخسر واخش في التحدي اللي بعديه. فلو دخلت التحدي اللي بعديه انا مش هبقى قادر احرك دراعي اصلا. واعتقد ان دايما التحدي الثالث بيبقى معتمد على الحركه والقوه يعني. مش انا قلت لكم احمد يا محسن؟ مش قلت لكم يا محسن يا هاب؟ لا توتي يا معتز. لا يا شيخ ما قلتش محسن؟ ايوه انا ما قلتش محسن. لا انا ما قلتش محسن. اول لما الابره طلعت كان شكلك فعلا تعبان قوي. ايوه يا معتز دي اه انا قلت احمد. كان شكلك في الاول يعني. ايوه شكلك في الاول. كل واحد فينا توقع بقى واحد ومين اللي ممكن يعمله كده. كان مهاب قال ان هو يعتقد ان ايهاب ممكن ينسحب. انا كنت قلت ان انا شايف ان ايهاب ومعتز جميل هم اللي بينافسوا على ان هم يكسبوا. وكانت بسانتا قالت ان هو احمد الفيشاوي هو يعني فرصته قويه جدا في التحدي دوت, على اساس ان هو يعني معتمد على ان الواحد يكتم في نفسه الالم يعني, واحمد من الناس اللي بتكتم كويس يعني. كان شكلك في البدايه مش هتعمل منظرك يا عم وانت عمال وان احنا نشجعك تقول يا عم ايه والله ما كنتش عاملها. لا والله امال ايه وانت عاملها بالاخر. يا محسن يا محسن جزار. يا محسن يا جامد جزار الواد ده. ايه ده ان شاء الله. برافو عليك برافو. ايه الشغل الجامد ده والله تحدي ولا كان باين عليك يعني فاهم ازاي عامل كده عمال اخبط برجلي يا غني. اه ده كنت بتقول ايه في سرك؟ مش بقول حاجه. لا كنت عمال كان عمال بيدندن كان بيدندن كنت عمال عامل بيت برجلي كده هوت على ريت معين ان انا افكر في البيت افضل ماشي عليه. اه يعني بتعمل كده خبطات كده وانت وعامل مزيكا كده هوت وبتاع. اه كنت بتغني لمين حضرتك؟ هنعمل معاه حوار دلوقتي. كنت بتغني لمين؟ فكرت اغنيه مين يعني؟ اديني الحقنه بسرعه. لا لا قول ايه اكتر اغنيه جت في بالك وانت بتتالم كده؟ لا في الاول خالص ما فكرتش في اغاني. في الاول خالص قلت هفكر في يوم كده حصل في حياتي, كان يوم وحش بصراحه, بس قلت هبتدي افكر فيه واخد حقن فهيبوظ الدنيا اكتر. رحت ما كملتش يعني. كنت في الاول عايز تفكر في حاجه صعبه وحاجه وحشه في يوم في حياتك, حاجه يوم انا فاكره من اوله لحد اخره كله. فقعد افكر فيه كتير. عندك مساحه. عندي مساحه كتير افكر فيه فقلت افكر فيه. حسيت ان ده هيزود المك اكتر. هيميل للدنيا خالص. طيب استبدلت ده انك فكرت بايه بقى؟ قعدت اعمل مزيكا كده برجلي وبايديا واعمل بايديا كده هو وبتاع. بس على الاخر الحقن الابر كانت تخينه جدا. وكانت الوجع نفسه وهي بتعدي من ناحيه للناحيه. يعني مش اول ما بتدخل كده دي اول حته دي بتوجع. لكن الاكتر بقى وهي بتعدي من ناحيه للناحيه. دي كانت فظيعه. وما ترددتش خالص انت تاخد القرار انك تقول الحقنه اللي بعدها يلا اوكي؟ لا 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 خالص خالص. مع ان كل واحد على حسب توقعاته, لكن جت التوقعات يعني خلاف اللي احنا توقعناه خالص. معتز ما قبلتش حتى ان انت تجرب ولا تقعد حتى على الكرسي وتشوف الاحساس يمكن تقدر. ما هقدر بس ما هقدر بالكلام ما تثبتلناش. لكن انت انسحبت وفشلت ان انت تتحدى خوفك واخترت طبعا ان انت تتنقل لثالث تحدي. واحد منكم هيتعافي من ثالث تحدي. محمد انت عملتها في 3 دقايق و50 ثانية. انت اللي تعفيت من تالت تحدي. احمد وايهاب انا بهنيكم ان انتوا قدرتوا تعملوها وقدرتوا تصمدوا
قدام الألم الفظيع اللي انتوا تعرضتوا له. ومش معنى ان انتوا المرة دي اتنقلتوا لتالت تحدي ان انتوا فشلتوا، لا، انتوا قدرتوا ان انتوا تتحدوا خوفكم وقدرتوا تعملوا الهدف اللي انتوا جايين علشانه، أرض الخوف. بتمنى لك يا معتز ان انت ما تنسحبش من تالت واحدة. مفيش انسحاب ان شاء الله. واشوفكم انتوا التلاتة ان شاء الله في تالت تحدي، وحظ سعيد. انسحبت على اي اساس؟ على اساس ان انا دراعي ده وجعني، وعلى اساس ان هو مش كده هيديلك في ده، هيديلك في الشمال. ما انا هاخد ده هيديلك كمان هيوجعني، وعندي ستانت بعد شويه. كويس؟ والستانت اللي بعد شويه ما كنتش هعديه، ما مضمنش. نسبه التعديه فيه كانت حوالي 1%. انا ما عملتش ريسك لنفسي، وكده كده انا عمري ما انسحبت من ستانت. ولا انت بتخاف من الحقن اصلا؟ لا، وحتى انا بخاف، بس انا عمري ما انا كنت اتخيل ان انا هعمل كل الحاجات. يعني انت اول مره تنسحب من ستانت في من اول البروجرام اصلا؟ اول مره. اول مره انسحب يعني تدخل بس مقيم تفشل؟ ماشي، لكن انت انسحب من البدايه؟ لا 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 لا، لا انا عمري ما انسحب. انا عندي ستانت بعد شويه. هيا لبنى ستانت بعد شويه، فنوي ان انا ابوظ ده، وده اصلا عندي بايظ. وهتدخل ازاي اللي بعد؟ وبعدين لو كنت ضامن ان انا ممكن اكسب فيه، او يعني او حتى فيه يعني فرق، فاهمه؟ انا ادركت لثانيه او ثانيتين ان انا مش هينفع اخش التحدي ده، مش لا خوف ولا في نفس الوقت استسلام مني. لا، انا يعني قلت لنفسي ان الفرصه بالنسبه لي هتبقى قليله جدا، لان انا داخل معايا في المرحله دي بالذات كان في ثلاثه منافسين، والثلاثه دول اقوياء جدا. انا مش عارف الموضوع، انا لو كنت مكان الناس دي كنت هتسحب بصراحه. انا مش عارف هي بتحس، يعني هتحس ازاي، مش عارف هي هتحس ازاي. حقزي دراعي، وفي الاخر ما انا، طب ما انا كده لو دخلت التحدي التالت هلعب ازاي وانا دراعي مشلول؟ فهي دي الفكره، يعني هي مش في مساله خوف. يعني لو مثلا هقعد البتاع ده وهلعب البتاع ده واقعد رايح بعديه خلاص، يعني فاهم، انا عندي تحدي على طول بعديه. انا شايف ان ما كانش لازم يجازفوا. هو ممكن ان حسن جميل عمل القرار الصح. بس بصي ساعتها يعني مثلا يرونو، بس مثلا محسن احنا كلنا كل واحد برضه بيبقى عنده امل. بس انا شايف ان الاربعه رجاله بصراحه، الموضوع فيه حظوظ برضه. محسن حسبها بمخه، قصدي جميل حسبها بمخه صح. ايهاب كان اول واحد فقال يعني يخش ويجرب حظه، بس هو اكتر واحد تنشن فيها. يعني احمد حاول يفصل عنها، واعتقد ان هو عملها كويس طبعا برضو، بس مش عارف ليه طول. ومحسن بقى هو اللي اعتقد ادى ايحاء للراجل ان هو مبسوط باللي بيحصل، فبقى يعني فالراجل بقى يصرع في الحوار.